اقول له كنترول سي واروح احطه في الوورد كده، احطه في الوورد اهو. بعد ما احطه في الوورد ممكن اقول له اغير في الاهداف ديت واحط الاهداف بتاعتي. ماشي ماشي. مثلا انا بتكلم على المكونات الماديه، يذكر او يعدد المكونات الماديه. اثنين يصنف المكونات الماديه. انا مش عاوز اطول عليكم، خلاص انا هحط مجموعه الاهداف وبعدين اقول له كنترول ايه، واقول له كنترول سي. كنترول ايه عشان يحدد الكل، وكنترول سي يعني كوبي. وبعدين بروح في الايديتور هنا اهو، الايديتور بتاعي اللي هو بتاع ايه، بتاع المقرر بتاعي، واقول له كنترول في. الحفاظ الحفاظ تمام. طبعا هو الصوره بس اللي ما نزلتش، والصوره ديت انا ممكن انزلها بطريقه سهله خالص، قلت لك من هنا كده، وتقدر تعمل ادراج ملف وتضغط هنا تجيب الاهداف، خلاص الصوره نزلت وتقول له ارسال كده. بقى عندنا الوحده الاولى هي المجلد بتاع الوحده الاولى، وبعدين نزلنا كده وجبنا مجلد الوحده الثانيه. الله، يبقى احنا كده بدانا نقسم. يبقى الطالب، الطالب خلي بالك بقى معايا، طالب لو دخل مقرر، لو دخل مقرر مبادئ الحاسب ودخل على الزرار بتاع وحدات المقرر كده، هيبدا يظهر له ايه؟ الوحدات، الوحده الاولى، الوحده الثانيه، والوحده الثالثه، وهكذا. انا مش عاوز ازود عليكم، دي طريقه انشاء او تنظيم المحتوى بطريقه المجلدات. دي تنظيم المحتوى بطريقه المجلدات. بحط مجلد، بحط عنوان للوحدة، اسم للوحدة، وبحط الأهداف بتاع الوحدة تمام. ده بالنسبة للمجلدات. واضح؟ اضغط واحد عشان أبدأ أنتقل إلى طريقة الوحدات النمطية. واضح؟ اضغط واحد. ممتاز. واضح دكتورة أمين؟ واضح دكتور صالح؟ الدكتورة دكتورة بسينة؟ دكتورة عايض؟ تمام ممتاز. نبدأ بقى على بركة الله أشوف الطريقة الثانية. إيه الطريقة الثانية يا دكتور سامي؟ يعني في ناس بتحب الطريقة دي، والجامعة ماشية بالطريقة دي. طب في سؤال واحد يقول لي، هو دلوقتي أنت قسمت المحتوى، هو فين المحتوى؟ المحتوى أنت دلوقتي عملت مجلد، الطالب عرف من المجلد ده اسم الوحدة، وعرف عنوان الوحدة، وعرف أهداف هيدرس إيه في الوحدة ده. الطالب لما بيجي يضغط هنا بيدخل على بقى إيه؟ بيدخل على الوحدة الأولى ويبدأ يشوف المحتوى بتاعها. زي هنا بالظبط كده. الطالب لما جه هنا، الطالب لما جه هنا، لما جه هنا وضغط على الوحدة الأولى، دخل على مجلد الوحدة الأولى، هيلتقى بقى في مجلد الوحدة الأولى، هيلتقى إيه؟ هيلتقى محتوى الوحدة الأولى بي دي اف، هيلتقى اختبار على الوحدة الأولى، هيلتقى فيديوهات على الوحدة الأولى، كل حاجة ما يخص الوحدة الأولى. احنا هنا رافع المحتوى بأكثر من أسلوب. احنا هنتعلم ولاجي 20 أسلوب لرفع المحتوى. أنت في المحتوى بتاعك في ناس بتحب البي دي اف، في ناس بتحب باوربوينت، في ناس بتحب سكور، في ناس بتحب كيو ار كود، في ناس بتحب، يعني كل واحد بقى بالأسلوب اللي يريحه ويحس إن هو مناسب للمادة العلمية بتاعته. طيب هنروح للمقرر بتاعنا، ونروح لوحدات المقرر، وهبدأ أرفع أقسم أعمل طريقة تانية ل تنظيم المحتوى. انا عندي الوحده الاولى، الوحده الثانيه. طيب ما تيجي بقى هعمل زرار ثاني اهوت، واسميه عشان اوريك الفرق بين الطريقتين، وابدا انشر هنا وانشر هنا. هعمل زرار ثاني واسميه مثلا دروس، مش وحدات المقرر، اسميه دروس المقرر. دروس المقرر انا هتبع الاسلوب الثاني. طبعا انت مش ينفعش، ما ينفعش يبقى عندك زرارين، لا انت بيبقى عندك زرار واحد بس. انا بوريك لو انت حبيت تشتغل بالاسلوب ده او تشتغل بالاسلوب ده.
فانا كده هحطهم تحت بعض اهوت عشان افرق اعمل افرق لك بين ده وده. وحدات المكرر قسمناها لمجلدات، دروس المكرر هنعمل بقى ايه؟ هنتبع الطريقه الثانيه اللي هي طريقه ايه؟ الوحدات النمطيه. الوحدات النمطيه، هضغط على كلمه وحده نمطيه هنظم المحتوى بتاع الوحده داخل اهو انشاء وحده نمطيه، ودي عباره على عناصر بتركز على موضوع محدد يمكن الطالب الانتقال اليه. طيب هنسمي الوحده، عاوز اسميه الوحده الاولى اهو، الوحده الاولى، عاوز تسمي عنوانها مثلا مقدمه عن الحاسب، عن الحاسب بالطريقه ديت. طيب عاوز تخليها لون معين بحيث تميزها بين الالوان الثانيه براحتك خالص. طيب بعد كده بيقول لك والله عاوز تحط الاهداف بتاعتك هنا براحتك، ماشي من هنا عادي، بس خلي بالك بقى هنا هتلتقي الوضع اختلف، هنا الوضع اختلف بالنسبه للوحده الاولى. عاوز تحط ال زي ما بنقول الاهداف بتاعتك احطها هنا، مفيش مشكله، ممكن نجي هنا واحط الاهداف. طيب هنا انا ما بحبش موضوع الاهداف هنا قوي لسبب واحد، هقول لك ليه، لان هنا بيرتبها لك بطريقه كده عامله زي ايه، زي الكتاب، فانا مش عاوز حاجه تفصل الكتاب، فانا مش هحط هنا الاهداف، وهنزل تحت واشوف بقيه الخيارات. بقول لك ايه، ركز بقى معايا، كله يركز معايا، فرض تسلسلي، وحاطط لك الافتراضي او الديفولت على لا. ايه فرض التسلسلي؟ حد يعرف يعني ايه فرض التسلسلي؟ حد معانا يعرف يعني ايه فرض التسلسلي؟ يلا يا جماعه انا عاوزكم كده معايا تناقشوا معايا عشان نقدر نستفيد من الدوره بشكل كبير. يعني ايه فرض التسلسلي؟ محدش عاوز يتكلم. الترتيب، التسلسل بالارقام، يعني تقربته، بس كلمه فرض لو انا حطيت نعم يبقى اذا الطالب، لو انا حطيت له في الوحده الاولى مجموعه من النقاط للمحتوى هيمشي من نقطه، ما ينتقلش من نقطه الى نقطه الا ما يخلص النقطه الاولى، ينتقل للنقطه الثانيه، ما ينتقلش من النقطه الثانيه الى الثالثه الا ما يخلص النقطه الثانيه، يبقى في فرض. اما لو انا ما عملتلوش فرض هنا، قلت له لا، ممكن يروح للنقطه الرابعه من غير ما يعدي على الاولى والثانيه والثالثه تاني. يبقى الفرض التسلسلي لو انا قلت نعم يبقى كده انا بجبر الطالب ان هو يمشي في الوحده بالترتيب اللي انا عاوزه، 1 2 3 4 من نقطه 1 لنقطه 2، ما ينفعش ينط او يعدي النقطه رقم 2 ويروح لرقم 3، ما ينفعش. ما ينفعش يعدي من النقطه رقم 3 او يعدي نقطه رقم 3 لنقطه 4، لازم يعدي على 3. ده المفروض الفرض، هنعملها فرض عشان تبين لكم كويس. فتح في نافذه جديده، لو انت عاوز الطالب الوحده لما يجي يضغط عليها تفتح له في نافذه جديده، ماشي هغلاها نافذه جديده. طيب هنا بقى السماح للمستخدمين بعرض هذا المحتوى، طبعا لازم يكون نعم عشان نخلي الطلبه كلها تشوف. هنا بقى حاجه مهمه جدا، تتبع، خلي بالك يا جماعه لان ديت انا بعتبرها من الاشياء المهمه جدا في نظام اداره التعلم. مش انا قلت لك اول المحاضره بتاعي ان نظام اداره التعلم تعرفوا ايه؟ نظام اداره التعلم هو نظام لاداره العمليه التعليميه، ها، ومتابعه العمليه التعليميه وتقييم العمليه التعليميه. يعني ايه متابعه؟ يعني انا عاوز اشوف الطالب دخل على المحتوى ده ولا ما دخلش عليه. يعني انا الطالب متابع الماده العلميه بتاعتي ولا ما بدخلش عليها؟ طب ايه اللي يعرفني؟ هي دي الجاسوس بتاعك، ده العين بتاعك اللي بتراقب الطلبه دخلت على المحتوى بتاعك، كم طالب دخل، قعد قد ايه، دخل يوم ايه، الكلام ده كله هوريك ازاي تطلع تقرير
يعني مثلا تيجي طالب مثلا بتدرس لطلبه معينه، وفي طالب بيغيب كتير، وبعدين انت بتقول له يا ابني انت ما بتحضرش، يقول له لا يا دكتور انا متابع ومش عارف ايه،